احمد في البدايه مبروك، ببارك لك على الفوز وعلى الاداء. الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله مكسب كويس، فرقه محترمه زي فرقه حبيبت، مدرب كويس كابتن حلمي طلال، الحمد لله قدرنا نعمل اننا الحمد لله طلعنا بالثلاثه برضه. احمد يمكن الظروف خدمتك، يعني اصابات كتير قوي في الناحيه اليمين، والنهارده بتلعب بصفه اساسيه، عاوز اعرف تعليمات كابتن يوسف كانت ليك ايه وتكلفاته كانت ايه بالمباراه؟ طبعا هو اولا بس المكان الباك رايت مش بتاعي، انا بلعب نص ملعب الحمد لله. طبعا راجل مديني الثقه طبعا الحمد لله، مع زمايلي بلعب جنب ناس كبيره زي كابتن وائل جمعه سعد وجديد، الحمد لله في تفاهم كويس وفي تجانس، نتكلم مع بعض كتير الحمد لله، قدرت ان انا اعمل المطلوب منه. واضح في مسانده يعني طوال المباراه، سامعين وائل جمعه بيكلمك وعبد الله سعيد، الناس بحالها عماله تتكلم فيك طوال المباراه. الحمد لله طبعا دي بيديني الثقه، والحمد لله قدرت ان انا ادي بشكل كويس واطلع بالشكل ده الحمد لله. الله يبارك فيك دكتور.